اهلا بحضراتكم من جديد ومبروك لجماهير النادي الاهلي. يعني مباراه نقدر نقول ان احنا بس كسبنا ان احنا طلعنا لدوري المجموعات، لكن لا اي شيء يذكر اليوم في اداء النادي الاهلي للاسف الا ان احنا وصلنا لدوري المجموعات، والحمد لله قلنا الظروف هتلعب دور كبير جدا جدا ظروف المباراه، لكن حتى الظروف كمان ما كانتش يعني نقول او نتحجج شويه بالظروف، كان في تمركزات دفاعيه صعبه جدا جدا النهارده من لاعبي النادي الاهلي، لكن الحمد لله في الاول وفي الاخر اللي احنا خرجنا من هذه المباراة بالصعود لدوري المجموعات. أعتقد أكيد كابتن محمد يوسف هيتكلم مع اللعيبة بشكل أداء في المجمل، لكن الحمد لله برحب بيك كابتن حشيش مرة تانية وألف مبروك. مبروك طبعا لينا كلنا والنادي الأهلي، مبروك الصعود. إنما طبعا الأداء يعني احنا لغاية آخر ثانية واحنا أعصابنا طبعا يعني تعبانة، بس الحمد لله مبروك. أكيد كابتن بلال مبروك. فطبعا مبروك النادي الاهلي الصعود لدوري المجموعات، يعني المباراه كانت صعبه جدا 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 قوي، حبست الانفاس زي ما بيقولوا يعني. النادي الاهلي يمكن اجاد الشوط الاول، الشوط الثاني الامور كانت صعبه شويه. كابتن اسامه مبروك على الصعود. مبروك يا كابتن ميدو التاهل، وزي ما قلت لك احنا بدايه الاستوديو شهر 12 في اهداف واهداف محدده، ازاي بمجموعه الاصابات اللي عندك وبالفريق اللي عندك تعدي الشهر 12 في الدوري وبطوله افريقيا. الحمد لله ربنا كرم النهارده، انت النهارده في مباراه مش مطالب بالاداء، عشان بس ما ندخلش في تفاصيل كتير، النهارده الصعود هو اهم من الاداء. أكيد. الحمد لله اللي اتحقق النهارده. اكيد اكيد ده كان المطلوب، لكن كان زي ما قال بلال كابتن حشيش كان في حبسه نفس طبعا لاخر ثانيه. صحيح. ومش متوقع قوي يعني الكلام ده بصراحه، لان انت كنت شايف من البدايه في اخطاء على المستوى الفردي ما بين اللعيبه خصوصا خط الدفاع، فكنت قلقان لغايه اخر ثانيه. ويمكن الهدف اللي جه في النادي الاهلي برضو في سيناريو بتكرر اللي هو الترجي. في اخر سيناريو الترجي في الوقت الاضافي في الشوط الاولاني، سيناريو الترجي على طول، فبترجع لذكريات يعني مؤلمه. غلطه برضو من كوليبالي، طلع كوره برضو يعني قصيره قدروا يجيبوا منها الجون، كانت عملت يعني طبعا مشكله. نزلت الشوط الثاني انت تقريبا الشوط الثاني انت مضغوط طول الوقت مضغوط، خلاص سيناريو بيتكرر. وبعدين الفرقه الثانيه واخده الاستحواذ في نص الملعب خالص، وانت مجرد انت رد فعل وكور طويله. مروان محسن عمل كميه جري كبيره قوي الشوط الاولاني، قلنا لازم يوزع المجهود بتاعه. جه الشوط الثاني يا دوبك بعد 10 دقايق بالشوط الثاني الاداء نزل بتاعه زي كتير من الفرقه. معرفش ليه في تمركزات غلط في خط الدفاع، كلهم لعيبه كبيره وخبرات، ما فيش حد مثلا هنقول لا لسه صغير ما عندوش خبره افريقيه او ما عندوش خبره الماتشات الافريقيه. تمركز غلط، حتى كوليبالي المفروض خبره كان الراجل برضو راس الحربه بيسحبه، شفناه اكثر مره يسحبه يطلع بره ال 18 او يعني بعيد. خلينا اقف عند كوليبالي يا كابتن حشيش، وعايز يعني كوليبالي ايه وليه؟ يعني نفسيا. نفسيا طبعا، انت بتتكلم في لعيب دلوقتي نفسيا في كوليبالي، يعني كوليبالي شخصيه جميله في الوقت الحالي. في الوقت الحالي، في الوقت الحالي خلاص، احنا مش هنتكلم فيما قبل. فيما قبل كان اسلوب طريقه لعبه واسلوب مدير فني والكره الطوليه، اسلوب اتغير. انا بتكلم في اساسيات الكره، خد بالك، خد بالك، اسلوب اتغير. بس خد بالك يا ميدو، انت النهارده لما يبقى عندك مدير فني انت بتشتغل بشكل معين وبستايل معين، وبقى ليك لعيبه محدده عايز تلعب بيها، تمام؟ الاسلوب بتاع مستر كارتيرون كان الكرات الطوليه السريعه، انا مش عايز احضر كتير، تمام، عايز العب كرات طوليه سريعه، فبيجيد في الحته دي وبيأديها بشكل كويس جدا. اسلوب النهارده اختلف مع كابتن يوسف، النهارده عايز يحضر، عايز يبني هجمه من تحت، عايز لعيب عنده كوره، تمام؟ في نفس الوقت انت خلاص يمكن الكلام الكتير ان كوليبالي ماشي وان في خلاص صفقه جت وان النادي الاهلي بيشتغل باربعه، فانت وضع طبيعي يكون ده الاداء بتاعه في التوقيت الحالي، يعني فاهم قصدي؟ يعني ده وضع طبيعي بالنسبه لكوليبالي. يعني اداء في يعني في كتير جدا من، مش عايز اقول من عدم الجديه، ولكن في عدم التركيز، التشتت، لعيب برضه مشتت داخل الملعب، تمام؟ ممكن نلتمس له العذر في بعض الاوقات، ولكن يعني اللعيب المحترف، ودايما احنا بنقول الكلام ده في كل مكان، اللعيب المحترف في لحد ما تسيب النادي بتاعك انت بتأدي بكل ما اوتيت من كوليبالي. كوليبالي بقى له فتره كده بلال، قبل ما حتى حد يتكلم ما ده اللي انا قلت ممكن يمشي ممكن يقعد، كوليبالي بقى له فتره، ما انا بقول لك تحديدا من يوم ما مشي كالتيرون.
بص ما ده اللي انا قلته، يعني انت النهارده ستايل لعب اختلف خالص، مستر كارتينون كان بيلعب بشكل مختلف تمام، النهارده اسلوبك اتغير، طريقتك اتغيرت، ادائك اتغير، بقيت تشتغل بشكل مختلف. الشكل اللي انت بتشتغل بيه ده ممكن قد لا يتناسب مع امكانيات كوليبالي، قد لا يتناسب مع امكانيات كوليبالي تمام. الطريقه اللي بيلعب بيها كابتن يوسف، انك عايز تحضر وعايز لعيب يكمل مع اللعيبه، عايز لعيب يلعب باصات سريعه، عايز لعيب يحضر هجمه يبني هجمه من تحت، ممكن لا يتماشى مع امكانيات كوليبالي تمام. فعايز اقول برضو بالاضافه للحته النفسيه، انه ماشي قاعد والاقاويل الكتيره والسوشيال ميديا، انت عارف معظم اللعيبه هنا في مصر للاسف بتتجه للسوشيال ميديا وبتقرا وممكن يتاثر بشكل كبير جدا، فممكن برضو يكون مؤثر بشكل كبير على اداءه داخل الملعب. تمام. طيب ارجع لك اسامه، لازم تكلمنا عن الحاله الدفاعيه والتشتت الدفاعي، لكن بعد ما نطلع فاصل هنرجع نكمل كلامنا مع ضيوف الكرام ونجوم الاستوديو التحليل عن هذه المباراه. مش عايز اقول سيئه، لكن هي فعلا كانت يعني باد لك للنادي الاهلي النهارده.